كيف يرى قطاع من المصريين، احنا ما نتكلمش عن الغالبية العظمى، قطاع من المصريين الخدمة المقدمة من التأمين الصحي الحالي؟ نشوف مع بعض. ما عنده وحش، أنا بقالي 6 أشهر دلوقتي عشان أتعالج من شوية مية وحوض المية بس، ولغاية دلوقتي مش عارف أعمل حاجة. راجل عنده ورم في المثانة ومدوخينه بقاله 6 أشهر، 6 أشهر مدوخينه وبينزف كل يوم وبيدوخوه هنا وبيدوخوه هنا، وحكاية تأمين صحي ومدوخينه، ومن هنا لمعهد البحوث لمنظار وعندهم الاشاعات وكل حاجه، ويقول لك عطلانه ومدوخين. راجل عنده 72 سنه. بالنسبه للتامين الصحي دوت كل العلاج غير متوفر عندنا، وبيدفعونا فلوس قد كده. الكونكور اقرب حاجه هو بتاع الضغط لغم التامين الصحي، كنا بندفع له الاول 18 جنيه بقينا ندفع حاجه و30 جنيه 38 جنيه الشهر، ده مش موجود. مستشفى التامين دي ما فيهاش اي علاج. انا بتحاول من شبين القناطر بلجن الكبد عشان تكتب لي بس يحول شبين القناطر، مش عايزه. وانا من شبين لهنا من شبين لهنا من شبين لهنا، لا خدمه ولا علاج. تيجي يكتب لك الدكتور 5 انواع، يشطب لك 3 ويديك 2. انا جاي اعمل عمليه قسطره على القدمين او الطرفين السفليين، وبقالي حوالي شهرين، وعندي صباع تقريبا مات لان عندي سكر والدم ما بيوصلش كويس للاطراف. وقالوا لي تعالى يوم الاربعاء من حوالي اسبوعين، يوم الاربعاء هتكشف عشان نحدد لك ميعاد القسطره. وجيت النهارده قالوا لي احنا خدنا 4 حالات بس، وتعالى الاسبوع اللي جاي يوم الاربعاء وانت ونصيبك. انا عندي صديق كان محجوز في مستشفى ناصر وعنده غيبوبه، طلبوا له الاسعاف اللي هي بتاعت العنايه المركزه. الاسعاف خدته سالت على المستشفيات، ما لقيتش غير فتوخ سرير فاضي، وديناه طوخ، ما فيش مسقط يحط في بقه، ما فيش جاوندي حد يلبسه هناك. نزلت المسؤولين قالوا لي ما عندناش مسقط، رحت شريته من بره. يعني مستشفى زي دي لها ميزانيه بتخرج كل شهر للمستشفى، للاجهزه، للعمال، للناس اللي موجوده. يبقى عيب قوي لما تكون موجوده على طريق السريع وما فيش فيها مسقط يعني عشان الاكسجين. بالنسبه للتامين الصحي، يعني يبقى في حاله دلوقتي معاش بطاقه التامين، اللي بطلب من الجهه المختصه اما يكون واحد تعبان معمول تامين يدخلوه يكشفوا عليه عشان هو معمول تامين. طيب دي انما